نرجع مرجوعنا لأمي. I think إنه أنا أكيد بشوف أمي هي أحسن ست بالدنيا، بس أمي بوقت من الأوقات نسيت نفسها كست وراحت بس كزوجة وكأم وك... لا أنا أبو لا ما, ما, ما بقدر أعمل هيك. أنا بحس إنه لازم يكون في توازن بيني أنا كأنثى وست وبيني كأم. طبعا لازم إنه أكون devoted للآخر مع نور، ولازم طبعا حافظ على دولي وعلى كيان دولي وعلى كل تفاصيل دولي. يمكن أكبر دليل إنك حاولت تعتزلي واخدت قرار الاعتزال وما قدرتي تكملي. وخليني اقول لك انه شيء كثير كان يعني من عناصر اني رجعت عن قرار الاعتزال كان نور، لانه حتى نور شايفه انه مامي ايم يور فيرست فان. يا انا ايم يور بيجست فان طول الوقت. هي بالنسبه لها انت بالنسبه لي مثل اعلى، ان كفنانه وان كام. ف عشان تضحكي افتكرتي ايه؟ افتكرتي ايه؟ جملة كل الوقت بتقولي يا هنيال اللي امه دودو. هي بالنسبة لها هي شايفة انه دولي حتى كفنانة بالنسبة لها هي شيء كثير حلو ومهم، فكانت من عوامل ان رجعت عن قرار الاعتزال. طبعا بعد فترة انه خلص الاحوال راقيت وانا اعصابي هديت والاكتئاب راح وكل هيدي العوامل اللي كانت مؤثرة ديبرشن يعني والوضع. نور كانت كمان من اهم العوامل اللي هو وينك انت وينك؟ ليه يا مامي انا نفسي اشوفك في التي في وانا نفسي مش عارف ايه وانا نفسي ليه يا مامي ليه تعملي كده؟